النهارده هنعمل شوربه صفره ميكس بقى ما بين الخضار والفاكهه. عايزه اقول لكم طعمها لذيذ جدا. عندنا بطاطس مبشوره، عندنا قرع عسل مكعبات، عندنا فلفل اصفر، عندنا ذره صفره، موز وتفاح اصفر، بصل، ثوم، مكعبات مرقه خضار، وزعتر فريش، زبده، بهارات. خلاص اول حاجه هعملها ان انا هجيب التفاحه كده واحطها هنا عشان تتسلق. خلاص تمام. طيب كمان القرع ماشي، نحطه كده برضو عشان يتسلق. يبقى ايه اللي هيتسلق؟ القرع والتفاح. هنحط معاه بقى فلفل اسود وملح. ممكن تستغربوا شويه الوصفه بس في الاخر هي طعمها لذيذه قوي على فكره. هنعمل ايه هنا بقى؟ هنا هنشوح كده، هنشوح البصل وهنحط معاه مكعبات مرقة مع معلقة زيت، وهقطع شرايح التوم. خلاص كده اهو، فص واحد بس لان انا هحط فصين هنا يتسلقوا مع الشوربه. خلاص البصل. طيب مع البصل ايه بقى؟ مع البصل اهو سايباه بس ايه يعمل كده كويس قوي. مع البصل الموز هيتشوح. موزة اهو، نجيب موزة تانية. بصل، ثوم، مكعبات مرقة خضار. دلوقتي حطينا الموز، هنحط ايه مع الموز؟ الفلفل. ونحطها كده اهو ونقلب. الروايح بقى ابتدت تطلع، نحط ده برضو بس اشوحهم بقى كويس قوي، وهحط لهم حبه ميه مغليه عشان دول كلهم هيتهرسوا. نحط عليهم بس رشه ملح وفلفل اسود. بس كفايه عليهم كده دلوقتي، هشيلهم بقى على جنب. وهحط بقى دلوقتي البطاطس تتشوح. ليه؟ لان كده ولا كده البطاطس دي مش هتتهرس، انا عايزه البطاطس المبشوره تفضل موجوده. هحط معلقه زيت، احط البطاطس اسيبها كده تتشوح شويه. بصوا بقى هنحط على البطاطس بهارات، هنا كمان كده هحط عليها فلفل اسود، يعني اقل من رشة ملح. نقلب كده كويس قوي لحد ما البطاطس احس انها اتشوحت كويس. خلاص كده هحط لها بقى حبه ميه صغيرين تستوي فيها لحد ما الميه تتشرب خالص، واتاكد ان شرايح البطاطس استوت كويس قوي، لانها مجرد ما تستوي والميه تتشرب خالص خالص هبتدي احط الذره. اهو نقلب كده مكعب مرقة بس
هسيبها بقى كده تستوي براحتها خالص. بص كده على البطاطس، كده البطاطس استوت، شوف كده، حلوة قوي قوي قوي. احط لها بقى الذرة واسيبها ايه تغلي غلوة مع البطاطس. وهنا دي خلاص كده تمام. هنعمل ايه بقى هنا؟ القرع هنحطه كده، ماشي، هنا كده في البولة اللي شوحنا فيها. نفتكر مع بعض عملنا ايه؟ شوحنا فيها البصل مع الموز مع الملح والفلفل والثوم وشرايح الفلفل الاصفر، ماشي، مع الزبده والبهارات ومكعبات مرقه الخضار، كل ده حطيناها هنا، ماشي. نحط بقى شويه من المرقه دي كده عشان يبقى ليها طعم كده جميل جدا. عايزه اقول لكم المرقه دي طعمها حلو قوي قوي. احنا تبلناها، حطينا عليها فصوص ثوم، ملح وفلفل، بهارات، تفاح وقرع. عايزه اقول لكم الطعم جميل جميل جميل. اهو اهو خلاص. طيب نجيب بقى التفاحه كده الحلوه دي، نشيل القشره، هتتشال بسهوله، ونحطها هنا، مستنيها بس تبرد شويه. ودي خلاص بس، وخلي دي كده ايه تستوي في المرقه كده ونغطيها، عشان هنا بقى هنعمل ايه؟ هنحط كل الخضار ده ونبتدي ان احنا نضربه. اشيل بس قشر التفاح، نحط بقى كل دول عشان كل دول هيتضربوا في الخلاط او بالهاند بلندر مع كريمه. و هوريكم انا حاسه انها مش هتحتاج حتى معلقه نشا عشان تتقل، لان البطاطس بتنزل النشا وتتقل، والموز بيتقل، وكمان التفاح بيتقل خلاص. فانا حاسه انها مش محتاجه حتى ان احنا نحط ولا دقيق ولا نشا اهو. الشوربه بقى بصوا طالعه اصلا لونها ايه، الشوربه الصفراء. حطينا عليها ايه؟ شرايح من البصل المفروم مع الموز والتوابل، وبعدين الفلفل الاصفر ومكعبات المرقه في صوص الثوم، شوحناهم كويس جدا جدا، حطيناهم على جنب. سلقنا القرع العسل مع التفاح مع التوابل وفي صوص الثوم، واول ما خلص حطيناه مع شرايح الموز والبصل والثوم والفلفل، وبعد كده ضربته بالهاند بلندر او بالخلاط مع المرقه بتاعته. وكنا محضرين ايه بقى؟ شرايح البطاطس اهي اللي مع الذره خلاص اهو كده، ونقلب. عايزه اقول لكم طعمها لذيذ جدا، وقد ايه شوربه مفيده، ولا باين الحاجات اللي احنا حطيناها، هو في الاخر هتبان حاجه طعمها حلو وخلاص اهي. نحط كده الشوربه ونحط الكريمه، وبعدين الزعتر. الزعتر بيخلي طعم الشوربه لذيذ جدا.